بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم مباراه الاهلي وسبورتنج رجال كره السله. المباراه تاتي في مستهل مشوار الفريق في دوري السوبر لكره السله، واللي النهارده اول مبارياته. زي ما حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي خاض ثلاث بطولات السنه دي. يمكن اول بطوله كانت بطوله المنطقه القاهره وفاز بيها، مرورا ببطوله العرب وفزنا بيها، نهايه ببطوله المرتبط الحمد لله ولقبنا بلقب مرتبط هذا الموسم. بطوله النهارده السوبر مهمه جدا. المباراه ستقام على الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. زي ما حضراتكم عارفين مستر اجوستي بوش تولى المسؤوليه او مسؤوليه هذا الفريق في بدايه الموسم، خاض بيه ثلاث بطولات زي ما قلت لحضراتكم فاز بيها. النهارده بطوله السوبر بطوله مهمه. ليه؟ لان السوبر بي نقدر نشارك في افريقيا. النادي الاهلي بعد عن افريقيا فتره نتيجه ابتعاده عن بطوله السوبر. النهارده النادي الاهلي لازم من البدايه يكون في رساله قويه انه داخل على البطوله ان شاء الله عشان يقدر ياخدها وبيها يتاهل لافريقيا، وده مكان النادي الاهلي الطبيعي. وزي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من ارض الملعب، مستر اجوستي واللاعبين بيستعدوا للاحماء. دي لقطات من صاله الامير عبد الله الفيصل. زي ما حضراتكم شايفين اللاعبين بتستعد، بتجري عمليه التقويات قبل التسخين. عندنا يعني لسه ما دخلناش في مرحله تسخين بالكره، ولكن التسخين بيبتدي قبلها بساعه تقويات واستعداد للمباراه. مباراه النهارده بتخش واحنا عندنا في مجموعه من الاصابات هنقولها لحضراتكم معانا في الاستوديو التحليلي مع ضيوف النهارده ان شاء الله. كابتن قيدار هنداوي وكابتن خالد مصطفى هيكونوا معانا النهارده في الاستوديو التحليلي. هنستعرض مع حضراتكم موقف الفريقين. النادي الاهلي عنده مجموعه من الاصابات، نفس الوضع بالنسبه لسبورتنج. يمكن سبورتنج الفرقه الوحيده في الدوري السوبر يعني ما عندهاش محترف، يمكن دي الفرقه الوحيده في الدوري او في السوبر ما عندهاش محترف. فريق محترم جدا طبعا. الفرقه النهارده بتادي صلاه المغرب الفريقين مع بعض في الصاله، وده العاده او التقليد اللي دايما بيحصل في كل مباراه كره السله، خاصه في الشتاء بيبقى صلاه المغرب بتبقى قبل المباراة على طول، فالفرقتين بينضموا لبعض وبيصلوها. حتى كمان أوقات بيبقى الفريق اللي جاي على سفر بيصلي معاك وبعد كده بيقوم يصلي الفرد اللي بعد كده، يعني مرينا كلنا كلعيبة بهذا الأمر. الفرقة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم عندنا إصابات في فترة توقف أسبوع أو 10 أيام بعد ما تأهلنا من دور 16. نفس الوضع بالنسبة لسبورتنج، مجموعة من الشباب معاهم قيادة فنية كابتن وائل بدر، قيادة شابة يعني طموحة. يمكن هي الفريق زي ما قلت لحضراتكم الوحيد اللي معهوش اجنبي او محترف في الدوري السوبر، ولكن ده لا يقل ابدا من اهميه الماتش ولا اهميه المباراه. سبورتنج عنده مجموعه يعني متناسقه من اللاعبين بيقدروا دايما، يعني يمكن مباراه سبورتنج والاهلي في اسكندريه خلصت باسكت او 4 بونت في وقت يعني كانت الفرقه عندنا برده فيها نقص، ولكن ده يدل على قوه سبورتنج. نفس الكلام هنا، المباراه اللي كانت في القاهره برده عملوا مباراه كبيره. فريق سبورتنج طول عمره فريق بطوله واكيد المباراه هتبقى قويه. طيب النهارده دوري السوبر هيبقى شكله ايه؟ دوري السوبر عباره عن 8 فرق. 8 فرق النادي الاهلي منهم، هتلعب دوري من دورين رايح جاي. طب هدف الدوري من دورين رايح جاي ده ترتيبي فقط من الاول للثامن. طب ايه الحكمه من ان احنا نرتب الفرق؟ ان الاول هيلاعب الثامن، الثاني هيلاعب السابع، الثالث هيلاعب السادس، الرابع هيلاعب الخامس في ادوار اقصائيه. يعني هتلعب بيست اوف 3 او بعد كده بيست اوف 5. كل فرقه من دول اللي هيكسب عدد مباريات اكتر هو اللي بيتاهل للدور اللي بعد كده. اذا كل الترتيب مهم جدا عشان تتجنب بعد كده ان انت تلاعب فرقه قويه. دايما الاول او الثاني، يمكن من السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان دايما بيكون الاهلي والاتحاد بيبقوا قريبين جدا من المركز الاول والثاني، ولكن السنه دي الوضع مختلف. يمكن زي حضراتكم شايفين في الشاشه يمكن مجموعه الناشئين موجود، عبد الله ناصر، بودي حسام. يعني دايما مستر اجوستي بوش بيلجا للدفع بالناشئين وبيديهم فرصه حقيقيه. دايما بكرر في فرق بين فرصه وفرصه حقيقيه. الفرصه الحقيقيه ان اللاعب بيشارك واللاعب من اول يوم بيكون موجود وبيديله وقته في الملعب بصرف النظر ادائه كان كويس او وحش، بيديله الخبرات اللازمه ان اللاعب يثبت وجوده. النهارده اكيد وانا مغمض وهستعرض ده مع ضيوفي هيستعين بعدد كبير من الناشئين، ده عشان يعوض الغيابات اللي عنده. ثانيا عشان لسه المشوار طويل جدا، عندنا 14 مباراه وبعد كده هنروح على الادوار الاقصائيه لغايه ما نوصل للفاينل، يعني ممكن نلعب 10 مباريات كمان. فاكيد مستر اجوستي بوش بيجهز السكواد بتاعه من الناشئين ومن الفريق الاول. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نستقبل ضيوف الكابتن قيدار هنداوي وكابتن خالد مصطفى عشان نتكلم معاهم عن كل جوانب المباراه الفنيه، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجومي نجوم كره السله اللي مشرفيني في الاستوديو. برحب بالكابتن خالد مصطفى نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن خالد. اهلا بيك كابتن هيثم. منورنا في قناه الاهلي. الله يخليك ده نورك. منورنا طبعا في المره الاولى يمكن يشرفنا في قناه النادي الاهلي الكابتن طبعا نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي السابق الكابتن قيدار هنداوي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. اهلا يعني نورتني. يمكن سيف جالي انت ما جتليش. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. بقى طبعا اعذروني هتلاقوني انا وقيدار صوتنا مفحوش شويه لان احنا كنا من امبارح حاضرين مباراه كره السله 14 سنه وكنا منفعلين مع مباراه. احنا في الاول والاخر مشجعين يعني في اي مكان بنتواجد بنشجع النادي الاهلي. فالحقيقه امبارح انفعلنا انا وقيدار فتلاقي صوتنا شويه مفحوح. يمكن خالد ما كانش موجود فتلاقي صوته سليم ولا يا خالد؟ اه انت ما قلتليش. لو قلتلي كنت جيت برضه كنت هتيجي برضه صوتك هيبقى مفحوح معانا عادي. مفيش مشكله. خلينا نروح للمباراه. يعني ابتدي مع كابتن خالد. يمكن مباراه تاتي في ظروف صعبه. يمكن النادي الاهلي عنده مجموعه من الاصابات بس يعني هي لسه في مستهل المشوار. هنلعب مباراه كل يوم تقريبا جمعه واثنين. ما فيش خلاص الموضوع هيبقى يعني تكراري بشكل سريع. صحيح. شايف اهميه المباراه ازاي النهارده كابتن خالد؟ والله هي دايما تبقى يعني بسم الله الرحمن الرحيم اول مباراه دايما بتبقى يعني مؤشر قوي جدا لبدايه الفرقه بدايه السيزون او بدايه دوري السوبر. يعني بتديك انديكيشن او بتديك يعني مؤشر مستوى الفرقه عامل ازاي، التاكتكس اللي بتلعب بيها الفرقه، روح الفريق عامل ازاي، التفاهم. طبعا الفريق يعني الحمد لله خارج من ثلاث بطولات. اخر حاجه كسب فريق بطوله الدوري المرتبط. فطبعا هتلاقي الروح عاليه جدا في الاول. هتلاقي طبعا في انسجام بعد الفتره اللي فاتت دي بعد ما الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحقق كذا بطوله. فطبعا ان شاء الله يعني كمان البطوله دي يبقى البدايه فيها قويه ونفرض سيطرتنا على الدوري على دوري السوبر ونوري الفرق ان احنا فعلا مستحق ان احنا ناخد ان شاء الله دوري السوبر ان شاء الله. كيدار يعني يمكن المباراه انت طبعا لعيب كبير وعارف يمكن اول مباراه في اول بطوله بيبقى دايما المنافسين مستنيينها مستنيين يشوفوك حالتك وصلت لفين. شايف اهميه المباراه النهارده؟ النهارده ان شاء الله الفرق المفروض يعني المجموعه تلعب فرقه تلعب كويس ان شاء الله والاداء اللعيبه يبقى بحسب التمرينات اللي هم عملوها. طبعا هيبقى انديكيشن زي ما قال خالد الاداء بتاعهم وفرقهم والفرقه نفسها تبقى عامله ازاي. حتى لو في اصابات يا كابتن ممكن الدفع بالناشئين. لا الاصابات دي مش يعني مش عامل يعني اساسي بالنسبه ان احنا طبعا 15 لعيب المفروض كله يؤدي اداء بمستوى واحد. الاصابات دي مش مشكله خالص النهارده. طبعا مش طبعا في كي بلايرز طبعا مهمين جدا بس طبعا المفروض ان باقي الفريق يغطي الاداء بتاعهم او ريبليس المستوى ان شاء الله. ساعات برضو يا كابتن كيدار يمكن المباراه الاولى بيبقى كل اللعيبه انت كنت لعيب كبير وشايف الموضوع ده بيبقى كل اللعيبه يعني مش قلقانه بس عايزه يعني تدي للكابتن او مدير الفني ثقه انا موجود انا جاهز. فبتبقى ليها اهميه يعني 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 شايف ده النهارده اللعيبه محتاجاها ولا خلاص مستر اجوستي بوش حط ايده على كل اللعيبه وعرف مستويات اللعيبه؟ لا هو اللعيب طبعا المفروض يبقى يغير على مستواه ايا كان هو يعني بيلعب في اي مركز. كل اللعيبه المفروض تغير حتى لو في اصابات يبقى في ريبليسمنت يؤدي يوري المدرب ان هو انا قد المسؤوليه. فيعني ان شاء الله ربنا يوفقهم كلهم ونكسب. احنا طبعا لعبنا سبورتنج مرتين في الدوري المرتبط ونجمنا عالي عليهم. فطبعا ربنا يسهل ان شاء الله ان يبقى قد المسؤوليه واللعيبه تبقى قد المسؤوليه ان هي تادي اداء مشرف. ده اول ماتش ليهم في الدوري السوبر فطبعا ربنا يكرمهم ان شاء الله. مباراه مهمه. وكابتن خالد يمكن برضو اكيد انت عندك معلومه مين المصابين النهارده عندنا هيغيبوا عن اللقاء. برضو عرفنا مين اللي مش موجود. هو في ايهاب امين عنده مشكله في الانكل. طبعا هو لا يمكن ايهاب امين عنده الزايده عمل عمليه الزايده عمل عمليه الزايده. ومروان سرحان عنده شرخ في صباعه. واحمد حمدي طبعا واخد اذن بالسفر عشان عنده ظروف عائليه فالاداره ادت له اذن ان هو يسافر. وسيف صلاح عنده شد في الظهر. فعندنا يعني اربع يعني احنا عندنا اربع لاعبين ممكن ما يبقوش موجودين في الفريق. بالظبط. طب شايف السكواد يقدر نغطي غيابهم؟ يعني ايهاب امين طبعا لعيب يعني مش احنا بس اللي بنقول كل المتابعين لكره السله هو احسن لاعب الان موجود في مصر. بالظبط. حتى على مستوى المنتخب كمان. فهو كي بلاير يعني زي ما بيقول كيدار هو كي بلاير مهم جدا ولكن انت عندك سكواد
تقدر يعني كنا نكسب الاتحاد السكندري بدون اول ماتش المرتبط، فشايف السكواد يقدر يتحمل صدمات غياب اللاعبين دول؟ هو الميزه ان يعني من الفتره اللي فاتت دي ان المدير الفني اوجستي قدر ان هو يخلي الفرقه عندها شكل جماعي شويه، يعني اكتر من اعتمادها على الكي بلايرز او واحد او اثنين. يعني الاول احنا كنا يعني كان عندنا لو ايهاب امين غاب بيأثر جدا على مستوى الفريق، ودي لقطات يا كباتن من ارض الملعب، يعني كابتن كيدار كابتن خالد دي بدات التسخين بالكره، يعني احنا فاضل 40 دقيقه تقريبا، فاللعيبه بدات زي ما بيقولوا ايه بقى خلاص تاخد سنس الحلقه، هي ملعبنا بس برضو صحيح. انت قبل المباراه بتبقى محتاج ان انت تاخد طبعا. يعني سنس مور. انا شايف كمان محمود وليد اهو في بيسخن معاهم، فاذا برضو تم الدفع برضو يمكن غياب ايهاب امين امين يعني احنا بنشوفها، وهنقول طبعا القائمه اللي موجوده ايه او القائمه اللي هتشارك. اتفضل يا كابتن خالد. فطبعا يعني فكره غياب اللعيب الكي بلاير طبعا المفروض ان هي ما تاثرش على الفرقه، لان الفرقه المفروض تلعب لعب جماعي اكتر، وده اللي حصل فعلا الفتره اللي فاتت. كان الاداء جماعي جدا والاوفنس جماعي جدا، الهجوم والدفاع، فده طبعا يعني ان شاء الله. والماتش كمان يعني مش يعني ان شاء الله برضو يبقى الماتش يعني ما ياثرش قوي غياب اثنين او ثلاث لعيبه من اللعيبه المهمين في الفرقه، الباقي كله يؤدي ان شاء الله. عندنا برضو لعيبه تانية تقدر ان هي تعوض غياب ايهاب امين، في مثلا عندك احمد مهيب الجارد كويس جدا، ابو النصر يقدر ان هو ان شاء الله يبقى في حاله جيده، عندك جمال طبعا لعيب كبير ولعيب طبعا رجع لمستواه كويس الفتره اللي فاتت دي الحمد لله، قدر ان هو ممكن عزبي يعني يحطه جارد ويلعب بتوم كويس جدا برضو، عزب من اللعيبه الهايلين يعني عزب يقدر يلعب في اكتر من مركز صانع العاب او جناح. بالظبط. انت عندك الاجنحه، عندك اللعيبه الاجنحه كلهم والجارد الجاردز كلهم يعني عندهم امكانيات كويسه قوي، يقدروا ان هم يشوطوا ويخشوا ويقدروا يلعبوا مع بعض كويس، فان شاء الله يقدروا يعوضوا الغيابات اللي موجوده ان شاء الله. طب كابتن كيدار، يمكن جالي دلوقتي يعني خبر انه كابتن وائل بدري المدير الفني نادي سبورتنج يعني اثر انه يريح ثلاث لاعبين، في عندنا امير هشام، في احمد هشام طبعا دي لقطه بيجمع طبعا اللعيبه بتقرا الفاتحه قبل المباراه، وزي شايفين على اليمين كابتن رامي دياستي المساعد بتاع مستر اجوستي، والفرقه خلاص يعني بدات تخش في مود المباراه خلاص كده، المباراه يعني هما بالنسبه لهم خلاص تسخين بقى ابتدى الجد، لانه كده فاضل حوالي 40 دقيقه او اقل من 40 دقيقه، فيبتدوا بقى تسخين الكره عشان يبقوا في حاله جيده. احمد هشام يمكن مش هيلعب، بس بالليسي برده خورشيد، يعني برده في غيابات في نادي سبورتنج، بس يعني اتصور ان سبورتنج دايما بيبقى اداؤه بيعتمد على الروح والناحيه الدفاعيه. طب كابتن خلينا اسالك سؤال، يمكن تتابعت الفرقه عن قرب الفتره دي، ايه اللي ميز الفرقه السنه دي؟ يعني كابتن خالد مصطفى كان بيقول الناحيه الجماعيه، انت شايف ايه اللي ميزها السنه دي؟ لا، هو مدرب أجوستي ما شاء الله عليه عمل طفرة حلوة في النادي الأهلي، بالنسبة لاستغل كل لعيب بإمكانياته، وادى فرص إن يبقى في راحة في اللعب وثقة في النفس، وطلع من كل لعيب الإمكانيات المظبوطة اللي هو يقدر يبان بيها بمستوى كويس ويفيد فرقته. الروتيشن يا كابتن كيدار، الروتيشن عنده الروتيشن لا كويس بالنسبة للعيبة، تغييرات بيصبر على اللعيب، عنده الكي بوينتس وكي ادفانتج عن الفرق التانية، بيعرف يستغل امتى ينزل امتى اللعيب امتى يطلعه، بيوزع الحمل على الكل فكله بياخد ثقة مينتس مش كتير ومش قليل، بس في نفس الوقت بيستفيد من كل لعيب هو بيعمل ايه، غض النظر انا بجيب سكور او بجيب ريباوند، ده اللعيب بيتميز عن اللعيب التاني في الريباوند، ده بيتميز عن اللعيب في السكولر، ده بيتميز عن في الشوتينج كل الكي بلايز كلها هو بيستغلها بطريقه. خليني اقول لك ان ده مفيد في حاجه كمان يا كابتن كيدار، ما اعرفش حضرتك تاكد كلامه ولا لا، ان انت يوم ما هيبقى عندك لا قدر الله اصابات، لعيب مش متوفق، بتلاقي الباقي جاهز. ما هو الاصابات دي حاجه بتاعت ربنا طبعا، بس انت المفروض الاصابات دي ما تاثرش عليك كفرقه او ما تاثرش عليك كتيم، لان انت عندك عناصر تانية مكمله، يعني انت في كل بوزيشن في 2-3 و2-3 في النادي الاهلي يعتبروا من احسن اللعيبه اللي انت في مصر، فانت لازم هو يغطي الاصابات ديت باللعيبه الثانيه. صحيح. وخليني اقول لك برده يا كابتن كيدار كابتن خالد، انه كابتن وائل بدر ريح احمد هشام وريح ياسر باسم الليسي وخورشيد، وطلع ثلاث لعيبه من 20 سنه، يمكن هو
بدا يعني فكر مستر اجوستي يبقى يعني يبقى فيه يلقى استحسان عند بعض المديرين الفنيين. كابتن وائل بدري طبعا اسم كبير، طلع ثلاث لاعبين من الشباب، ياسين شيكو وعمر بهاء واحمد ياسر ريحان، يعني مشاركتهم النهارده اساسيين في فرقه قصاد النادي الاهلي. لا معنى كده انه بدات الفرقه كلها تبص على الناشئين. اه طبعا، يعني هو ما انت لازم تطلع لعيبه من تحت صغيرين كل شويه، ما تقدرش ان انت تعتمد على نفس اللعيبه بتوعك اللي فوق، يعني بيحصل اصابات وبيحصل مشاكل، فطبعا لازم يبقى عندك ناس من تحت جاهزه عندها ثقه كافيه ان هي تطلع تلعب، خاصه ان يعني اللعيب اللي بيبقى تحت 20 سنه ولا تحت 18 سنه بيبقى خلاص بيبقى مكتمل النضوج، صحيح. يعني يقدر ان هو يطلع في اوروبا. اللعيبه بتطلع من هو من هي 17 سنه و 18 سنه بتلعب منتخبات. كان بيلعب في ريال مدريد وعنده 17 سنه. بالظبط بالظبط، ولعبه في الام بي اي كمان، الام بي اي بتلعب فيه من هو 17 سنه. نعم. كوبي براين دخل الام بي اي مثلا 18 سنه، صحيح. ولا 17 سنه. فالاعتماد على اللعيبه الصغيرين ده المفروض يبقى اساسي خلاص، يعني انك عندك لعيبه من تحت تقدر تطلع تلعب بيها، لو عندك اصابات، لو عندك مشاكل، لو عندك حاجه، عندك بدائل تقدر تعتمد عليها. نعم. طيب خلينا يعني نستعرض مع بعض، مش عارف كده احنا جاهزين يا جماعه. طيب خلينا نستعرض مع بعض مثلا يا كابتن خالد طريق صعود النهائيات دوري السوبر، يعني اكيد الفرقتين صعدوا لدوري السوبر بناء على دور ال 16. بالظبط. فعايزين نعرف مشوار النادي الاهلي صعد ازاي ومشوار نادي سبورتنج عشان الناس تبقى عارفه ازاي طلعوا. الاهلي لعب ماتشين مع نادي القناه، كسب الماتش الاولاني 80-69 والماتش الثاني كسب 80-70، فهو لعب ماتشين في دور الماتشين اللي هو اول لقاء خالص مع نادي القناه. وسبورتنج كان بيلعب مع طلائع الجيش، سبورتنج كسب الماتش الاولاني 72-61 و72-60 الماتش الثاني، فواضح ان هم ايه يعني مستواهم ثابت الاثنين. بس في ملاحظه هنا، يعني يمكن الجيش برضو عنده محترف، صحيح ولا غلطان؟ صحيح. سبورتنج تفوق المباريتين وبفرق سكور مريح. يعني هنا تيجي ان سبورتنج يعني فرقه كبيره، فرقه مش صغيره. سبورتنج طبعا فرقه يعني قبل كده واخده دوري وكسبانه دوري وكسبانه سوبر وكسبانه كاس، يعني برده كانت فرقه بطولات بالفتره اللي فاتت. مثلا من 3 4 سنين كانوا قدروا ان هم يحصلوا على كل البطولات، فطبعا هي فرقه كبيره يعني تقدر ان هي تكسب حتى لو معهاش محترف، بس هم عندهم روح المكسب، وروح المكسب دي او الحافز على المكسب او الثقه بالنفس ان هم يقدروا يكسبوا. طب خلينا برضو نوضح حاجه، انه النادي الاهلي لما لعب القناه، لان النادي الاهلي كانوا ترتيبه الاول في دوري المرتبط، وكان القناه كان ترتيبه ال 16، انما سبورتنج كان وطلائع الجيش كان ليهم ترتيب معين فقابلوا بعض، انما سبب المقابلات دي ترتيبك في دوري المرتبط. احنا نوضح للساده المشاهدين يعني. تمام. طب كابتن كيدار، يمكن استاذنك نستطلع مع الساده المشاهدين قائمه رجال سله الاهلي الفريق نفسه، اتفضل. عمرو علاء زهران وعمرو عزب وعمر الجندي، عمرو الجندي وسيف سمير وابراهيم الجمال ومودي الجرحي ومحمود وليد، ده ناشئ لسه، واحمد مهيب ومايكل توماس ومحمد ابو النصر وعبد الله نصر وعمر طارق. تمام. دي دول ال 12. عبد الله ناصر وعمر طارق. تاني يعني وجهه نظرك كده، يعني هو في طبعا محمود وليد ناشئ طبعا يعتبر، يبقى واخد بياخد مكانه، وزي ما نستعرض القائمه مع حضراتكم على الشاشه، في عندنا عبد الله ناصر ايضا ناشئ يعتبر برضو. يعني ناشئ لسه مش رسمي درجه اولى. فكده اثنين من اصل 12 من الشباب. حد تاني بيتهيألي ولا كده مظبوط يا كابتن؟ صح مظبوط كده. يمكن متاكد غياب خلاص طبعا عمرو زهران. عمرو زهران عمرو زهران بس عمرو زهران خلاص بقى درجه اولى يعتبر. ويعني احنا يعني يعتبر هو اول سنه ليه يعرف نفسه، يعني يعرف نفسه بعد 20 سنه. بعد 20 سنه فيعتبر برضه اصلا يعني من اللعيبه الصغيرين، بس اللي لسه على قوه الناشئين هم محمود وليد وعبد الله ناصر. يعني بيتهيألي تشكيل متوازن، ان شاء الله يؤدي اداء كويس. عندنا تحت الحلقه مجموعه كويسه، عندنا يمكن هو الازمه بس كابتن كيدار، وحضرتك كنت نجم في البوزيشن ده، بوزيشن فور، يعني عندنا مروان سرحان اصابه بوزيشن فور، عندك احمد حمدي غيابه النهارده بوزيشن فور. شايف النهارده من مين دول من دول يقدر يلعب في المركز ده كابتن كيدار؟ عمرو الجندي طبعا ممكن يلعب بوزيشن فور، لان هو اجوستي لعبه كتير قوي بوزيشن فور، واداؤه حلو في بوزيشن فور، بيشارك في الريباوند، بيفتح الملعب لعمر طارق ان هو يقدر يلعب انسايد جيم. سيف سمير ممكن يلعب بوزيشن فور برضو.
يعني هم تقريبا هو ده تقريبا اللي هو هينزل. هو المفروض يعني انا مش عارف التشكيل هيبقى ايه في الخمسه الستاندنج، بس متهيئ اللي هو ممكن يعني انا افتكر ان هو مبتدي بتبقى عمرو الجندي بوزيشن 4 يلا سيف سمير وعمر طارق. وخليني اقول برضو ان عبد الله الناصر يقدر على اربعه. يعني عبد الله الناصر اه يعني هو خمسيه صرف طبعا بس خفيف يعني يلعب اربعه كويس يلعب اربعه وخمسه كمان صحيح. طيب خلينا نروح لارض الملعب ومراسلنا من ارض الملعب طبعا فاروق صلاح وهنا ابو القاسم. اتفضل يا فاروق. طبعا كل التحيه للكابتن هيثم السعيد، برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام كابتن قيدار هنداوي وكابتن خالد مصطفى، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا برحب بالزميله العزيزه هنا ابو القاسم. النهارده طبعا عوده جديده لملعب الابطال ومباراه الاهلي وسبورتنج، مباراه في غايه الاهميه هنا النهارده بتجمع ما بين الفريقين على صاله الامير عبد الله الفيصل. برحب بيك كابتن هيثم وضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن بدايه مباراة الأهلي وسبورتنج طبعا في دوري السوبر، يعني بداية مشوار بطولة جديدة طبعا لجال النادي الأهلي، هم أبطال منطقة القاهرة، أبطال العرب، أبطال دوري المرتبط، وإن شاء الله كمان يكونوا أبطال دوري السوبر. هتكون طبعا مواجهة قوية، يعني خلوني أقول لمشاهدينا مين الثمان فرق اللي بينافسوا على البطولة. طبعا الأهلي، الاتحاد، سموحة، الزمالك، الجزيرة، سبورتنج، التأمين، والاتصالات. كل فريق هيواجه سبع فرق تانيين على مباراتين، مباراة ذهاب وعودة. بعد كده بيتم ترتيب الفرق، الأول بيواجه الثامن، الثاني بيواجه السابع، الثالث بيواجه السادس، والرابع بيواجه الخامس. بعد كده طبعا مباراة سيمي فاينل والفاينل بتتلعب بنظام بيست اوف فايف، يعني هتكون مباراة قوية جدا. يعني قول لنا انت شايفها زي فاروق. بفعل هنا مباراة قوية جدا طبعا، ودي ثالث مواجهة كابتن هيثم بتجمع ما بين الفريقين هذا الموسم. النادي الاهلي قدر يفوز في المواجهتين، اول مواجهتين ما بين الفريقين كانوا في دوري منطقة القاهرة وانتهى بفوز النادي الاهلي. النهارده هنشوف المواجهة مع فريق السبورتنج. طبعا النادي الاهلي طب كان صعد طبعا لهذه المرحلة، طبعا كان قبلها فاز على فريق القناة بمجموع مواجهتين 2-0. ايضا فريق سبورتنج كان فاز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-0 يعني 72-69 و72 60. وطبعا كانت مواجهه قويه جدا ما بين الفريقين. في مجموعه من الغيابات برضو عايزين نتكلم على فريق سبورتنج يا هنا النهارده، مجموعه من الغيابات في فريق سبورتنج النهارده. طبعا الكابتن وائل بدر بيواجه النادي الاهلي وعنده مجموعه من الغيابات ممثله في محمد ياسر واحمد هشام ومحمد سعيد الليسي وباسم سعيد الليسي واللاعب ابراهيم محمود ابراهيم، اللاعب اللي نتمنى له كل السلامه. كان اصيب كابتن هيثم بقطع في الرباط الصليبي في المواجهه الاخيره اللي جمعت ما بين الفريقين امام مباراه سبورتنج وطلائع الجيش. على الجانب الاخر يا هنا اعتقد في غيابات ايضا عن النادي الاهلي، استعدادات قويه كانت للنادي الاهلي في هذا اللقاء. صح مظبوط، هيكون في غيابات لرباعي النادي الاهلي، يعني لاعب مروان سرحان، اللاعب احمد حمدي، اللاعب ايهاب امين، ولاعب سيف صلاح. يعني طبعا هتكون غيابات مؤثره، لكن زي ما كل لعيبه النادي الاهلي معودنا اي لاعب في الملعب بيلعب لاخر دقيقه بس للفوز بالمباراه، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني دي كانت ابرز الاخبار من داخل طبعا صالة النادي الأهلي، منتظرين بداية مباراة الأهلي وسبورتنج. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. فاروق صلاح وهنا أبو القاسم بشكركم شكرا جزيلا، كالعادة بتغطوا لنا كل الأمور، بنشكركم شكرا جزيلا. خلينا استعرض مع حضراتكم أمر مهم جدا برضو، إنه الأهلي النهاردة بيلعب سبورتنج. طب عندنا مين بعد كده؟ عندنا إن شاء الله يوم 13 ديسمبر المباراة القادمة هتبقى مع المصرية للاتصالات، وهتكون على صالة المقاولون العرب. يمكن أنا بديكم المباراة اللي بعديها، المباراة الثالثة السوبر هيكون بتاريخ 17 ديسمبر، هيبقى يوم الجمعة القادم، هتبقى الأهلي والتأمين على صوت الأمير عبد الله الفيصل. اللي بعديها مباراة القمة في كرة السلة هتبقى يوم 20 ديسمبر، الأهلي والزمالك، وهتكون على صالة الأمير عبد الله الفيصل تاني يوم 20 ديسمبر. طب ليه أنا بقول كده؟ عشان حضراتكم تعرفوا إحنا المباراة اللي جاية هيبقى جدولنا إيه إن شاء الله. طيب أجي لك يا كابتن خالد، يمكن محتاجين نستعرض مع بعض الجهاز الفني النادي الأهلي، اتفضل يا كابتن. الاسباني اجوستي بوش مدير فني، احمد الجرحي مدرب عام، رامد ياسطي مدرب، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد علي مخطط احمال، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، نادر خزام اخصائي تغذيه، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، حامد المهمات، حامد الكاس مهمة. المهمات. طيب انت شايف يعني الجهاز الفني ده يمكن يعني في مجموعه اول مره تشتغل مع بعض، يعني يمكن مستر اجوست بوش اول مره يشتغل مع احمد الجرحي.
احمد الجارحي نفس الكلام اول مره اشتغل مع رامي الدياسطي. صحيح. شايف الفتره اللي فاتت المباريات اللي فاتت البطولات اللي فاتت كانت كافيه ان الانسجام زي ما بيحصل بين اللعيبه يحصل مع الجهاز؟ يعني اعتقد طبعا ان هي يعني طبعا فتره كافيه لان هم داقوا المكسب مع بعض يعني. نعم. اللعيبه والمدربين لما بيدوقوا المكسب مع بعض بيبقى خلاص بيحصل ما بينهم كده انسجام وبيحصل ما بينهم خلاص ان هم كلهم على 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 خط واحد يعني. يعني لعبوا وكسبوا وحسوا بالمكسب فطبعا دي عملت انسجام اكيد ما بين الجهاز الفني وبعض. مطلوب الانسجام ده يعني يعني انت كلاعب كبير ولاعب منتخب مصر الانسجام مع الجهاز بيبقى ليه دور مهم جدا جدا. عايز اقول لك كابتن هيثم يعني اللعيبه يعني كل ما حبت المدرب اكتر وكل ما حبت الجهاز الفني اكتر كل ما لعبت باخلاص اكتر للفرقه. نعم. يعني حتى كمان بعيد عن الانتماء للنادي الانتماء للنادي طبعا ده شيء اساسي اول حاجه حب النادي ده اول حاجه اللعب عشان خاطر فنانة النادي الاهلي طبعا لكن طبعا حب المدربين وحب اللعيبه للجهاز الفني والعلاقه الكويسه ما بينهم دي بتعلي جدا الفرقه وبتخلي الفرقه طبعا بتلعب بمستوى اعلى بكتير كل ما كان في انسجام ما بينهم وما بين اللعيبه. شايف النقطه دي كدار يعني انا ايد خالد طبعا في الكلام اللي هو قاله طبعا كل ما يبقى المدرب بيديني ثقه كل ما انا ادائي بيبان في الملعب وكل ما هو بيديني حافز انا ببقى موتيفيتد ان انا انزل الماتش والعب بجديه والعب بحماس طبعا للنادي الاهلي والفلانه والمستوايا وغير المستوايا طبعا هو عمل ستراكشر للفرقه وتكوين هايل للفرقه خلى كل واحد وظيفته في الحته اللي هو مركز في وظيفته ما حدش يشغل باله باي حاجه ثانيه. صحيح. وخلى اللعيب يلعب وملوش دعوه بالامور الاداريه وخلى الكل حتى ركز في دورك وفي الاخر هنكسب. بالظبط انت كلامك بالزبط. يعني حلو جدا يا كابتن كدار بامانه حته ان اللاعب لو ركز في دوره بس بالظبط وده دور الجهاز الفني. بالظبط الجهاز الفني هو يعني بيجبرني ان انا ادي اداء تمام. طب كابتن استاذ حضرتك لو نقدر نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني لرجال سله سبورتنج حضرتك كابتن وائل بدر المدير الفني وطارق صبحي مدير عام وهيثم كمال مدرب احمد مدير احمد منير مدرب الفريق واسلام الشبكاتي اداري الدكتور تامر طه معالج الفريق الدكتور محمد الفلاح طبيب الفريق اكرم السبكي مخطط احمد. طيب هو انا يعني هنا يمكن احمد منير ده الظهور الاول ليه يمكن على شاشتنا على قناه النادي الاهلي وهو مدير الفريق يعني احمد منير نجم كبير واسطوره من اساطير كره السله مش بس السكندريه لا كمان المصريه ويعني كلنا مع بعض احنا الثلاثه لعبنا معاه ولعبنا ضده ولعبنا معاه في المنتخبات. فهل انت شايف يا كابتن كيدر وجود احمد منير كمدير للفريق يعني نقطه قوه في الفريق؟ طبعا احمد منير لعيب كبير ولعب منتخب مصر وانا لعبت معاه في منتخب مصر ولعبنا بطولات مع بعض. طبعا وجوده في الفرقه بيدي دفع للعيبه اللي طالعه اكيد طبعا بي 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 بيطلع بي بيديهم خبراته ده طبيعي طبعا ولعب ازاي وطبعا دي هتفرق مع اللعيب ان هو يشوف لعيب خبره معاه قدوه ان هو يؤدي اداء كويس. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا الفني وطبعا كل جوانب المباراه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بحب اوضح المباراه ان شاء الله الاهلي وسبورتنج هتبقى في الساعه 6 او في تمام الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل والمباراه في بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب. اللي مش هيقدر يشوف المباراه على شاشتنا التلفزيونيه يقدر يتابعها على وسائل التواصل الاجتماعي واحنا حريصين دايما ان احنا نكون مع ابطالنا في كل مكان على قدر استطاعتنا. المباراه في مستهل مشوار الفريق في دوري السوبر في عندنا 14 مباراه ترتيبيه مهمه جدا طبعا ولكن برضو لسه ما فيش ضغط تنافسي جامد يعني بمعنى ان ما فيش ادوار اقصائيه. ارجع لضيفي كابتن خالد مصطفى. يمكن محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه رجال سله نادي سبورتنج اللي هتخوض المباراه اليوم. اتفضل يا كابتن. تمام. مؤمن مكرم عبد الرحمن خالد وياسين شيخو يوسف رفعت عز الدين فريد وعمر بهاء وعمر عابدين يوسف شحاته محمد صلاح محمد عبد الشافي محمد رضا احمد ياسر ريحان. يعني برضو نفس الكلام يا كابتن خالد اللي قلناه في الاول. لو حضرتك معلش قولها تاني لان انا عايز اعلق نقطه تانية. اتفضل يا كابتن. اوكي. مؤمن مكرم رقم 0
عبد الرحمن خالد رقم الفانيلا 1، ياسين شيخو القميص رقم 4، يوسف رفعت القميص رقم 7، عز الدين فريد القميص رقم 9، عمر بهاء 12، عمر عبدين القميص رقم 13، يوسف شحاتة القميص رقم 14، ومحمد صلاح 15، محمد عبد الشافي 16، محمد رضا 24، واحمد ياسر ريحان رقم 50. رقم 50. خليني اقول لكم انه يوسف شحاتة كان مع المنتخب طبعا، يعني لعيب كبير، بس الملاحظ النهارده كابتن خالد كابتن كيدار ان هنا في ثلاث لعيبه من ناشئين مصعدين، عندنا في ياسين شيخو، في عندنا عمر بهاء، في عندنا احمد ياسر ريان، بنتكلم على ثلاث لعيبه من اصل 12، يعني احنا بنتكلم حوالي 25% من قوه الفريق شباب، يمكن معهمش محترف سبورتينج، ودي حاجه يعني سياسه مجلس اداره السابق انه عايز يبني فريق، فمش محتاج دلوقتي الحقيقه لوجود محترف. شايف يعني لو في محترف مع سبورتينج النهارده، مش مباراه النهارده، في الدوري عامه او في المنافسات، ممكن يبقى لهم شكل تاني يا كابتن قيدر؟ طبعا، هو لو استعان بلعيب اجنبي طبعا هيتفرق معاه كتير قوي، لان فرقه يعني انت لو اتفرجت في سابقه الماتشات اللي بينه وبين الاهلي المنافسه يعني مش الفرق بين مش كتير، يعني حتى السكور مش واسع، مش جاب كبير، صحيح. مش واسع، فطبعا الاضاءه هيضيف، طبعا هيضيف مع الفرقه ديت، هيبقى في تنافس بمستوى أنا واحد. انا اتصور يا كابتن كبار ان السنه الجايه هيكون معاهم محترف، اتصور. هو يعني اعتقد الطموح السنه دي يا كابتن هيثم بتاعهم مش بطولة. يعني مش بطوله، يعني واضح خلاص هم استووا. يعني هم طبعا هم السنه اللي فاتت والسنه دي خلت لعيبه كتير تطلع تقدر ان هي تاخد فرصتها وتقدر ان هي تثبت نفسها. اعتقد من السنه الجايه فعلا ممكن ان هم يبتدوا يبصوا على البطوله تاني، يبتدوا يرجعوا، يبقى التارجت بتاعهم ان هم يلعبوا على البطوله. وعايز اقول حاجه برضو كمان، يعني بامانه رئيس النادي الكابتن احمد حسن دلوقتي، واحنا كاسر كره السله عارفين مين الكابتن احمد حسن، هو صحيح. اصلا كره سله، صحيح صحيح، وهو لما كان موجود في مجلس الاداره وكان مسؤول عن فريق كره السله كان عامل فريق حصد بطولات. هو فعلا كان السبب الاساسي والدافع الرئيسي ان هم اخذوا كم البطولات اللي قدروا يحصلوا عليها. هو شخصيه زي مثلا كابتن مصلحي في نادي الاتحاد رقم كره سله، بالظبط، فلما بيبقى راس المنظومه كره سله بيبقى الاهتمام فيه كتير طبعا. نادي سبورتنج اتوقع عشان كده هم عملوا طفره في الفتره اللي فاتت، يعني في الالفينيات عملوا طفره كبيره، بص اللي خدوا واللي جاي مع كابتن احمد حسن رئيس النادي كوم تاني بكره هي سباق، يعني أكيد. سبورتنج هيخش منافس قوي جدا جدا من السنه الجديده، هتلاقي صفقات، هتلاقي دعم للجهاز الفني، هيعود للمنافسه اكيد، هيعود للمنافسه. والسنه دي اكيد برضه بعد ما الكابتن احمد حسن تولى المهمه دلوقتي اعتقد برضه هيبقى مركز معاهم بشكل كبير، صحيح. اعتقد يعني. طب كابتن كيدار، يمكن انت ما شاء الله عندك ولادك الاثنين في قطاع ناشئين نادي الاهلي، والاثنين ما شاء الله سوبر، يعني عندك سيف ما شاء الله ربنا يحفظه ويحميه منتخب مصر، وعندك اسعد حبيب قلبي طبعا تحت 14 سنه الاثنين، ولسه محمد طبعا طالع، فانت على درايه كبيره بقطاع الناشئين بحكم ولادك ورايح جاي، مين المجموعه من الناشئين اللي دايما بيستعين بيها مستر اكوستي بوش في الدرجه الاولى؟ مين هو طبعا بعد بطوله افريقيا اللي حصلت مع من شهرين فاتوا، في مجموعه من النادي الاهلي، هو سيف صعدوا، وسيف هنداوي وكريم حاتم برضو صعدوا من النادي، واستعان بيهم في الفترة الإعدادية واستمرار معاهم، واخو عمرو زهران بيبو زهران بالزبط. ايوه بالظبط، طلع استعان بيه برضه، لعيب قوي ما شاء الله، لعيب قوي وليهم مستقبل، ليهم مستقبل كويس، صحيح. وده دافع طبعا ان كله عايز كده، ادى الفرصه للناشئين اللي هو يبقى ليه هدف ان هو يتصعد مع الدرجه الاولى، فخلى طبعا السبيريت عاليه قوي بالنسبه للناشئين. محمود وليد ده ناشئ صعده، عبد الله ناصر كمان ناشئ مصعده، بودي حسام نفس وضع عمرو زهران، انه دي اول سنه ليه مع الدرجه الاولى. بودي حسام طبعا خلي بالك هو بيلعب في مركزه 2 تقال قوي، بيلعب مع عمر عزب وتومسون، ومع ذلك شرسه احنا شفناه، يعني مستر اجوستي بوش عرفنا بيه، اداله فرصه بالرغم ان هو يعني معاه 2 تقال، بس شفنا بودي حسام السنه دي يا كابتن، صح. يبقى سياسته زي ما قلنا وحضراتكم اكدتوا هي الفرصه الحقيقيه يا كابتن. دي حقيقه، يعني مستر اجوستي ما بيديش فرصه اصطناعيه، لا بيدي فرصه لا. حقيقيه. والحلو المدرب اجوستي ان هو عينه على الناشئين،
يعني بيحضر الماتشات الصغيرين وعارف كل اللعيب، ودي حاجه كويسه جدا ان هو يبقى ليه نظره مستقبليه للناشئين اللي طالعين. مش جاي يكسبه بس، مش جاي يكسب دي السياسه، هو واضح ان هي السياسه جاي يحط اجنده للنادي الاهلي، تخطيط جديد زي اللي حصل معانا واحنا صغيرين برضو. جينا تصعدنا. انت لعبت كام سنه وانت كابتن؟ انا لعبت في النادي الاهلي من درجه اولى. لا درجه اولى 12 سنه. درجه اولى انت لعبت؟ انا برضو 11 سنه يعني لعبته. لا يعني مش بدايتكم مع النادي الاهلي، بدات تصعدت مع الفريق الاول. لعبت ناشئين، لعبت 20 سنه ناشئين. يعني وانت في 20 سنه تصعدت؟ تصعدت. وانت نفس الكلام يا كيد، ولعبته بجد. لعبته بجد. وهو ده اللي احنا بنقوله، ان هو واضح ان السياسه دي كان زمان. انا عايز بس اقول حاجه، انه مش زمان قوي يعني، الفتره اللي فاتت فين وفين لما بنلاقي الفرقه من دول او دول بتطلع. وخلينا اقول برضو اكون حقاني، يمكن كابتن اشرف توفيق بدا ده، عشان بس نكون حقانيين. كابتن اشرف توفيق الله يديله الصحه، يعني بدا من السنه اللي فاتت، كان بدا يطلع الناشئين دي. الناشئين دي مش غريبه. صحيح. عمرو زهران شفناه السنه اللي فاتت. لا هو كابتن اشرف طلع ناشئين، بدا معانا فعلا. بالظبط. فاذا عبد الله نصر برضو. بالظبط. ومحمود وليد برضو. ومحمود وليد طلع برضو من السنه اللي فاتت. فاذا المجموعه دي النادي الاهلي عرفناها من السنه اللي فاتت، فدي سياسه النادي بصرف النظر مين جهاز فني موجود. دي حقيقه، دي حقيقه من زمان. صحيح. هو طبيعي ان هو لازم يطلع ناشئين عشان يخف الملعب، وفي نفس الوقت يبقى يستعين بالكبار، بس برضو يبقى فيه برضو يعني اللعيبه يبقى عند راجل خبره مع ناشئ عشان يشرب منه الخبره ويطلع هو بعد كده ياخد مكانه. صحيح. هو دي سنه الحياه يعني. يا كابتن كيدار، يمكن النهارده فريق سبورتنج عنده شباب كتير، عنده اعمار سنيه صغيره في الملعب النهارده، هل هيلجا للفاست بريك انه يجهد النادي الاهلي باللعب السريع؟ شايف ده وجهه نظر ولا ايه رايك؟ والله طبعا كل ما بالفرقه بتبقى اعمارها صغيره بيبقى الملعب سريع، بيبقى في انرجي، في حماس. طبعا لازم يستعين طبعا بالفاست بريك طبعا والترانزيشن اوفنس، فطبعا بيهلك نادي الاهلي. طب انت شايف نوقف ده ازاي يا كابتن خالد؟ يعني ازاي نقدر نوقف فرقه نازله من الثانيه الاولى واحنا بنتوقع كده كلنا ان هي عايزه تجري وعايزه تعلي تيمبو الجيم؟ ازاي تقدر تسيطر على تيمبو الجيم ما تخلوش يبقى بالسرعه اللي هي زياده عن اللزوم؟ يعني انت تقدر توقف الفاست بريك، يعني اهم حاجه ان إزاي؟ انك توقف. اول حاجه توقف الاستلام، او اول باس. الفيرست باس دي اول حاجه لازم توقف الاستلام. ازاي اوقفها؟ بيبقى عندك لعيب مثلا بوزيشن 2 او جارد من الجاردز، بتخليه هو اللي يمسك مهمه مثلا ان هو يمسك البوينت جارد، يقدر يقفل عليه ما يخلوش يستلم. يعني افهم من كلامك ان وانس ان احنا شطنا او فقدنا الكره، بالظبط لابد من لاعب من عندنا يكون يعمل ديناي كامل، يعمل يوقف البوينت جارد بتاعهم اللي هو بالزبط. اصلا بيستلم الكره وبينقل الملعب في الاوفنس. فانت لو قدرت توقف الفيرست باس هتقدر ان انت توقف الفاست بريك. طب والرجوع؟ الرجوع محتاجين نرجع بسرعه يعني. طبعا. هل الباصه اوقف الباصه؟ طب وقت الفرقه لازم كله يرجع. طبعا لازم كله يرجع. يعني انت بتلعب بلعيب او اثنين جاردين هم اللي بيوقفوا الفاست بريك من الاول، والباقي بيرجع بيعمل ترانزيشن بسرعه عشان خاطر يقدر يوقف لو في لونج باس ولا في حاجه يقدر ان هو يعمل كفر عليها. طب خليني اقول لك برده يا كابتن، يعني في بعض المدربين في الترانزيشن ديفنس بيطلب من لعيبته انها تفيل ان الاول، بتروح جري على تحت الحلقه وبعد كده تنتشر تطلع تدافع. ليه؟ لانه عايز يحمي الحلقه الاول. هل ده يعني محتاج برضو فتنس؟ لان انت خلي بالك انت مش راجع على مانك، انت راجع فيل ان الاول وبعد كده بترد على مانك وبعدين بتروح بقى تظبط الدفاع. شايف ده ولا النهارده احنا مش محتاجين قوي الموضوع ده، محتاجين ان احنا يبقى كل واحد على مانه على طول من الاول والدنيا تبقى مسيطر عليها؟ يعني اعتقد الاحسن ان فعلا ان احنا يعني يبقى كل واحد رايح على مانه وبيعمل له من الاول كفر في نص الملعب الاولاني، وبيضغط عليه من نص الملعب الاولاني لحد ما بنرجع، بعد كده كل واحد بيعمل ديناي على هو اهم حاجه البريشر على على اللعيبه. انت لو قدرت ان انت تعمل بريشر او تضغط على اللعيبه هتخليهم يلعبوا وهم انكمفورتبل، او هتلاقيهم ان هم مش مستريحين. واللعيب لو لعب مش مستريح بيبقى معظم اختياراته بتبقى مش مظبوطه، سواء حب يدخل او يشوط او الكلام ده كله او يباصي، بيبقى عليه ضغط. صحيح. وده طبعا ده المفروض ان ده اسلوب الفريق النادي الاهلي يعني. طب انت تتفق مع خالد في الكلام ده؟ اتفق طبعا مع خالد. بيولد الغلط طبعا، كل مره تحط على اللعيب بريشر طبعا بيخليه بيفقد اعصابه في نفس الوقت، وممكن بيعمل بلايز مش هي دي البلايز اللي هو المفروض يلعبها.
طبعا بتحمي. انا يعني انا ايد خالد طبعا في الكلام اللي هو قاله، بس في برضو نقطه برضو ان انت لازم اول ما ترانزيشن اوفنس لازم تحمي الباسكت بتاعك. نعم. وتنتشر بعد كده، بس طبعا تاخد المان اللي هو الكي بلاير بتاعك اللي بيطلع بالدريبل اللي هو بلاي ميكر، اول ما تعمل عليه بريشر ده بيقلل من ال 24 ثانيه، بيبقى عندك بيتعطل ال 24 ثانيه، ما تديهمش راحه ان هو يكمل البلاي فيضطر ياخد قرار ان هو شوت نوت سيلكتد. فطبعا دي سيستم او طب انت شايف يا كابتن متابعتك يعني مستر اجوستي بوش، يعني انا من الماتشات اللي معيني الرؤيه كده يعني راجل بتاع كره سله انه 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 بيضغط، لا هو بيلجا للضغط، يعني يعني مستر اجوستي بوش مساسته من اول الموسم الضغط في الدفاع. هو لا انا اللي انا شفته في مع اجوستي ان هو السيستم الديفنس مهم جدا. نعم. ان هو يطلع من السكرين كويس، يعمل بريشر على اللعيب، يتحرك تحركات صح، اوفر بلاي، سويتشات في الوقت المناسب، دي اسلوب هو بيحب يلعب بيه. يعني هو مقابل خلى اللعيبه كلها انت مش هتعمل ديفنس، تعالى اقعد جنبي بمعنى اصح يعني. يعني هو فهو خلى التغيير عنده على الدفاع. على الدفاع. الدفاع مهم جدا، والبوكس اوت مهم جدا، والريباوند مهم جدا. فهو خلى اللعيب ان هو ينزل، انا لازم اعمل ديفنس، انا منعمل على الباسكت، مش هخلي حد ياخد ايزي شوت. فده طبعا ده اسلوب بادئ يعني باين قوي في اسلوب بدأ بيه من اول. طب اقول لك يا كابتن، يمكن يعني ممكن يلجأ في بعض الاحوال الى الدفاع المنطقه. يعني ممكن مدربين تقول لك والله بص يا باشا انا في ملعبي وحلقي. وخاصه النادي يعني احمد هشام مش موجود، الشويط بتاعه النهارده في سبورتنج ومفيش محترف، فالدنيا يعني مفيش شويطه كتير، ادافع زون، اوفر لعيبتي مجهودي واجري بعد كده على الفاست بريك. ايه رايك في الكلام ده؟ والله ممكن جدا يعمل كده. يعني هو كده كده الزون ديفنس مش معنى ان انا لعبت زون فانا هسيب الناس تشوت والناس تبقى بتلعب مستريحه يعني. صح. يعني لا انا هلعب زون بس انا برضو بعمل ديناي، بقفل على اللعيبه، بخلي اللعيب ما يستلمش بسهوله. يعني طبعا الزون ديفنس طبعا يعني نفس الافيشنسي بتاعت المان المفروض، يعني المفروض نفس الفعاليه، المفروض ان هو تلعب زون ديفنس زي ما بتلعب مان ديفنس، بس الفرق في التشكيل الوقفه بتاعت اللعيب، ده واقف ازاي وبيكفر فين وبيقفل فين. المان تو مان له اسلوب تاني في الدفاع، لكن على العموم لازم الاثنين سواء الديفنس المان تو مان او الزون لازم الاثنين يلعبوا. طب انت لو مكان مستر جوستي بوش النهارده، مباراه زي النهارده في البدايه عندك اصابات، مش عايز تحمل على اللعيبه، خايف تخسر لعيب تاني في اصابه او حاجه، تلجأ لمان تو مان من اول ملعب وبريشر وضغط لا 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 ولا تلعب زون؟ لا 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 يعني الاول كده يعني اجس نبض الفرقه اشوف ايه الدنيا، يعني مش لازم اضغط من اول الماتش. انا مش يعني يعني ما اعتقدش ان هو هيبقى عايز ينزل يفرق من اول الماتش، هينزل يلعب كده بالراحه في الاول يشوف الدنيا فيها ايه، يجس النبض، يشوف الفرقه اللي قدامه بتعمل ايه، هل الدنيا مفتوحه معاهم في الشوتينج، هل بيشوتوا يجيبوا، هل بيشوتوا يجلوا، هل هم بيلعبوا فاست بريك سريع ولا بيلعبوا. يعني هو طبعا هيبقى عايز يعرف الفرق اللي قدامه التيمبو بتاعها عامل ازاي او الاداء بتاعها عامل ازاي في الاول. نعم. وبعد كده يبتدي يبني مع الجيم بقى، يبتدي يحط استراتيجيه بتاعته. طب انت شايف كده برضو يا كابتن كيدار؟ يعني انا شايف ان هو يستعين طبعا بالشباب الاول، والمفروض هو ما يغيرش السيستم بتاعه عشان الاصابات، المفروض كله يلعب نفس السيستم بتاعه، والاصابات بالنسبه له مش هتفرق كتير، مش مؤثره كتير، والناس تنزل تعمل نفس الاداء بتاع الناس اللي مش موجوده، وهو تقريبا يعني مش هيغير من سيستمه. يعني ده وجهه نظري. يعني افهم من كلام حضرتك انه لو واخد على انه يضغط من اول مباراه ينزل يضغط، هو كيدار يمكن قصده ان هو ما يعملش ادابتيشن لشغله او يعني تغيير لشغله. لا. عشان قوه المنافس بالزبط. او وجود اصابات هو بيلعب بنفس السيستم. يمكن كابتن خالد بيتوقع شيء، انت بتطالب انه لا انه ما فيش اي داعي ان احنا نغير السيستم بالزبط. بتاعنا بالظبط. طيب بس هو في ثوابت طبعًا عندنا اللي هو ايه، الضغط على البوينت جارد مثلا، كله متمرن على الكلام دوت، وهم حتى الصغيرين اللي هينزلوا اللي هياخدوا اماكن الناس اللي اتصابت ديت لازم يعمل نفس الاداء اللي بيعمله اللعيب الكبير او اللعيب الصغير. طيب النهارده برضو بيبقى في عندنا يعني يمكن 40 دقيقه ملعوبه، 40 دقيقه ملعوبه دي وقت طويل جدا في كره السله. انا النهارده شايف مثلا مباراه ان شاء الله ممكن تمشي ازاي، الله اعلم، في ارض الملعب. فانت شايف انه يبتدي بالصغيرين؟ يعني يمكن كيدار قال لك ممكن يبتدي بالصغيرين اول، ما سمعتش رايك يا خالد.
يعني طبعا يعني ممكن يبدا باثنين لعيبه صغيرين ومعاهم ثلاثه برضو من الكبار اللي عندهم خبره شويه، بحيث ان هو يدي فرصه للصغيرين الاول ان هم في اول الماتش لسه ما بقاش في رهبه، ياخدوا الثقه، يقدروا ان هم يلعبوا، خاصه ان الفرقه الثانيه اعمارها صغيره، فبرضه هم يقدروا يجاروا الاعمار السنيه دي. لو عايز يضغط مثلا من اول الملعب، لو حب يضغط يبقى عنده اثنين صغيرين يقدروا يجروا طول الوقت، عندهم البوتنشال ان هم يقدروا يضغطوا من اول الملعب، ما فيش مشكله، مش هيتعبوا، يقدر ان هو يعمل كده. يقدر، انا اتوقع زيك برضو يا كابتن خالد وزي كيدار برضو، انه هيدفع في الاول، في اول خمسه هنشوف واحد او اثنين من اللعيبه الصغيره المتصاعده. يعني ممكن نشوف النهارده محمود وليد في البدايه، او نشوف عبد الله ناصر. انا اتوقع كده. يعني اتوقع ان ممكن ننزلهم في الاول، خاصه اللاعب لما بينزل في الاول حضراتكم عارفين لو غلط مفيش بريشر عليه، مفيش بريشر، لانه هنعوض. صحيح بالظبط. ولا يا كابتن لسه بقى انا شايف بالظبط، يعني انا مش عايز اقول الاسماء، بس هو طبعا كلام خالد يستعين باثنين لعيبه من الناشئين، لان انت اوريدي عندك المجموعه الثانيه من سبورتنج فيهم ناشئين، فيلعبوا بعض هيبقى في حماس بالنسبه لهم، وطبعا يستعين بالخبره في الاخر طبعا. بالظبط، واللعيب الصغير مش هيبقى ليه ضغط، مش هيبقى ليه ضغط حتى لو غلطت انا في اول الماتش، عندي وبتدي له ثقه في نفسه. برافو عليك ان انت منزله في اول خمسه. بالظبط، فبياخد ثقه. طبعا اتصور انه هيبتدي بواحد او اثنين من الصغيرين. يمكن النهارده ابراهيم الجمالي الصوره عليه، النهارده ابراهيم عليه دور كبير. ابراهيم دلوقتي من اللعيبه الشويطه، يعني يمكن ابراهيم عدل طريقه لعبه شويه، يمكن بقى اكتر 3 بوينت نسبه عنده عاليه دلوقتي. فوجود الجمالي النهارده بيتهيأ لي يا كابتن كيدار يعني ان شاء الله هيبقى اضافه. جمال لعيب كبير، وطبعا هيبقى اضافه طبعا للفرقه طبعا. طب قول يا كابتن خالد، يعني خلينا نتكلم عن اللي انضموا حديثا للنادي الاهلي، يمكن كان على راسهم عمر عزب. عمر عزب انا عايز اتوقف عنده شويه، لانه دايما ارقامه حلوه ما شاء الله، ربنا يحميه يا رب. عمر من اللعيبه اللي ارقامه حلوه وتتفرج عليه تحس ان هو اداء اوروبي. دي حقيقه. شايفه لسه عنده كمان يدي، لسه عنده اضافه، لسه عنده كتير. لسه كتير عنده. عنده اكتر من كده بكتير، ويقدر ان هو يطور من طريقه لعبه. هو ما شاء الله ايديه طويله وجسمه طويل، كبوزيشن بوينت او صانع العاب بيقدر يلعب في البوزيشن ده، وما شاء الله طوله بتتكلم في 6'4 مثلا. يعني بتتكلم في 190 سنتي. صحيح. او 192 سنتي. فطبعا يعني لا، عنده اكتر من كده، يقدر يلعب كمان جارد ساعات، بيلتمسهم في الملعب وبيتحط هو جارد. بالظبط، وبيجيد في الجارد. عنده دخله كويسه وشوطه كويسه، طبعا محتاج ان هو يعلى طبعا بشوطه، يعني يطور الشوطه بتاعته. كل ما قدر ان هو يطور نفسه، كل ما يعني اتوقع له ان هو عمر عزب عنده مستقبل حلو قوي الفتره اللي جايه دي. طيب محتاجين ناخد راي كابتن كيدار برده كلاعب ارتكاز الحلقه، كان سيف سمير ما شاء الله ربنا يحميه يا رب، بقاله الموسم ده فتره كان دايما سيف بيعاني انه ممكن اب اند داون، ساعات ماتش يبقى عامل سوبر ستار، ممكن المباراه اللي بعديها لم يوفق. بس سيف السنه دي الحمد لله ربنا يحفظه ماشي بمستوى ثابت. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني سيف عمل موسم حلو من البدايه خالص، وعمل بطوله العرب منتهى الجمال. صحيح. كان راجل قد المسؤوليه، وانا بيعجبني لعبه. بس هو طبعا يعني كل ما هو عنده اكتر، وعنده يعني يقدر يعمل اكتر، ويقدر يعمل تحت الحلقه ويشيل مسؤوليه. فطبعا انا اتمنى له كل خير. اضافه قويه جدا، ولعيب خبره بقاله اكتر من 6-7 سنين في درجه اولى مع النادي الاهلي، فده طبعا لازم يبقى يعني اداء. طيب انا عايز افتح موضوع معاكم، مش عارف هنلحق بقى قبل الهوا ان شاء الله نقوله. طيب احنا عندنا راي سريع كده، تومسون اللاعب المحترف الامريكي، يمكن كابتن اجوستي بوش ليه سياسه معينه انه عنده هدافين كتير في الفرقه، عمرو جندي وهاب امين وعمر طارق، فهو كان محتاج يمكن لاعب محترف بصفات معينه ان هو يفيد اكتر. يدي للعيبه، يمشيهم، يديهم فرص شوط احسن. شايف الموضوع ده ناجح حتى الان يا كابتن؟ جدا. هو يعني تومسون صانع العاب سيف قوي يعني، او يعني ما تخافش صمام امان، ما تخافش على الكوره وهي معاه، بيهادي كده وبيعرف يسيطر على الملعب، بيعرف في وقت ما بيكون مثلا كله مزنوق بيقدر ان هو يخلص. عنده شوطه حلوه جدا، بيعرف يخش، امكانياته او السكيلز بتاعته او المهارات بتاعته عاليه جدا، زائد ان هو بيفكر حلو، ولعيب بيشتغل بيلعب بمخه. شايف ده يا كابتن كيدار برضه؟ انا فوجئت طبعا في البطوله العربيه بمايكل، انه عنده بول كنترول حلو قوي. انا لو كنت بلعب معاه كنت هبقى سعيد سعيد، وفي نفس الوقت عندي ثقه ان البلاي ميكر بتاعي
عنده كنترول ويقدر يمشي البلايز. يعني انت تشوف من الاستاتستكس طلعت من يعني صحيح اسيست هايل ما فيش تيرن اوفر ارقامه حلوه ارقامه وحتى ما جابش مش سكورر بس جاب كي بوينتس مهمه في الماتش مهمه في الماتش. طيب خلينا نطرح نروح لارض المباراه. بعتذر لكم طبعا خلاص كده انتهت الفتره للاستوديو التحليلي. خلينا نروح لارض الملعب صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره ومعلقنا الكابتن احمد مناع لننقل لحضراتكم احداث مباراه كره السله للرجال الاهلي وسبورتنج في مستهل مشوار الفريق في دوري السوبر. فالى هنا الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومحبي ومتابعي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي وأولى مباريات الدوري